مقدم عباس، احنا دائما من مرات نقول سائقي المركبات ايضا يتعرضون للمواقف، هسه شفنا هذا الموقف امامنا، ممكن تتكلم لنا عن الموضوع؟ الموضوع هاي عربانة دفع. نعم. عربانة دفع محمل بضائع. نعم. خلال عبوره ضمن الشارع النهر الشارع. نعم. تم وقوع البضائع مالته. نعم. وهذا يسبب تأخير بحركة السير والمرور. احنا جادين ان شاء الله بتنظيم حركة السير والمرور ومساعدة المواطنين بنفس الوقت. لكن ايضا هذا الموضوع يسبب خطر على سائقي المركبات ومستخدم الطريق. غايتنا هو تقليل المشكلة او تقليل الحوادث، لكن للأسف الشديد نشوف اخواننا ما يهتمون لهذا الموضوع، يعني لا سامح الله ممكن صاحب المركبة يصدم بالاشياء اللي سقطت. فنصيحتك الى مستخدمي الطريق بصورة عامة، واحنا نعرف منطقة السنك من المناطق التجارية. نعم، هاي المنطقة السنك من المناطق التجارية مكتظة بالسكان. نعم. ونصاحنا وارشادنا لاصحاب العربان الدفع. نعم. الدفع الاشخاص. نعم. نوجههم توجيه الصحيح وعلى سلامة المواطن اهم شيء. واحنا ايضا نشوف منتسبين متواجدين يعني راجلة، وخاصة يحاولون يقدمون المساعدة لاخوانهم سائقي المركبات ومستخدمي الطريق. نعم. وشفنا هذا الانتشار موجود. نعم نعم، منتشرين ومنتسبين توجيهات وتعليمات سيد مدير مرور العام وسيد مدير الرصافة وآمر قاطعنا بالمباشر. نعم. وإحنا جادين إن شاء الله ما نقصر ويا المواطن العراقي الكريم. صحيح، شكرا جزيلا، إن شاء الله بخير، ربي يحفظك. وأكيد كنا نشجع الشباب اللي يشتغلون، وأكيد هذا دليل على أنه أنت تسعى ورب العالمين أكيد يساعد الأشخاص اللي يسعون. للأسف الشديد أثناء تصويرنا شفنا يعني صار حادث. إي والله انقلبوا، شوف هاي الحمد لله هسه. تعرف هذا ممكن يسبب لك أنت مشكلة، لأن إحنا غايتنا هو تقليل المخالفات. صحيح. ونشر الوعي والثقافة المرورية. صحيح. لكن موضوع أنه أنت كمستخدم طريق لازم تحفظ حقوقك. صحيح. وواجباتك. نعم. المفروض تلتزم. وهذا الالتزام تجنب نفسك اولا المشكله. تعليقك. نعم. والله مو المشكله لان يعني شويه لان خفاف. نعم. يا ماتن الكثره. نعم. زين. هو ما هي وقعت. شدتها هذا حبيبي. شدت الحيل. تمام. بس انه لان خفاف. نعم. كميه يعني كبيره. نعم. فبالها وبالها وقعت. لا سامح الله احنا نشوف يعني المركبات الحق لهم. ده طبعا. ممكن تعرض نفسك. طبعا. نقول مو بعيدا عن المخالفه وبعيدا عن اي شيء، اهم شيء سلامه مستخدم الطريق وايضا سائق المركبه. نعم. احنا نتمنى منك الالتزام ان شاء الله، وانت شاء الله. على باب الله، إن شاء الله. واكيد احنا نساعدك ونساعد كل الاشخاص اللي هم متوجهين العمل هم، لكن نتمنى منك الالتزام وتجنب نفسك المخالفه. والله يكون يعني خفون من السرعه. نعم. وانتبه. نعم. يعني اهم شيء يعني سلامتهم. تمام. أنا أتمنى لك كل الصحة والسلام، ربي يحفظك. بس شتها زين هالمرة، ربي يحفظك.